طيب نشوف العرض اللي معانا بقى البنويت الحلوين اللي داخلين دول. يلا ايه العسل ده؟ شايفه الكاميرا بتاعتك؟ ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زينة وناس صوت جراس عم بترن بعيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوت ولادة تياب جداد وبكرة الحب جديد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زينة وناس صوت جراس عم بترن بعيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوت ولاد تياب جداد وبكرة الحب جديد عم يتلاقوا الأصحاب لهدية خلف الباب في شجرة بالدار ويدوروا ناد صغار والسجرة صارت عيد والعيد سوارة بإيد والإيد تعلق على السجرة غني وعلى إيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زينة وناس صوت جراس عم بترن بعيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوت ولاد يا بجداد وبكرة الحب جديد يا مغارة كلها بيوت تلمع مثل الياقوت كيف جبتي عالدار تلج شرايط وقمار ومين اللي جاي بعيد وعم بيرش مواعيد يدق بواب الناس ويمشي والخير علينا يزيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زينة وناس صوت جراس عم بترن بعيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوت ولادة تياب جداد وبكرة الحب جديد عليكي تعالي تعالي نتعرف عليكي انت صغنونة قوي انت اسمك ايه؟ ربسيمة ربسيمة؟ عندك كام سنة يا ربسيمة؟ 7.5 سبع سنين ونص ده انت صغنونه قوي طب الحركه اللي انت عملتيها بقى بتاعت رجلك دي تعلمتيها في قد ايه انا حاسه ان هي صعبه قوي مش صعبه عليكي طبعا صح عشان انت شطوره برافو عليكي شكرا ليكي يا ربسيمه